بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، أبى السيد المدير العام للأمن الوطني إلا أن يشارك موظفات الأمن الوطني بهذه المناسبة الغالية. اولا شكرا على الحضور ديالكم للتغطيه ديال هذه المناسبه التي نعتبرها مناسبه سعيده، خصوصا وان هذه السنه قد اولاها السيد المدير العام للامن الوطني عنايه خاصه من خلال التكريم الذي ستحظى به كل النساء الشرطيات التي اصبحنا يشكلن دعامه من الدعامات الاساسيه التي تنبني عليها الاستراتيجيه العامه للمديريه العامه للامن الوطني فيما يتعلق بمحاربة الجريمة وضبط النظام في الشارع العام وعلى جميع المستويات، سواء في مجال الطمأنينة العامة أو السكينة العامة أو الصحة العامة، خصوصا وأن النساء أصبحن يسدين مهام جد إيجابية، وكذلك خصوصا في بعض المواضيع التي يعني تكون من صميم الأعمال الشرطية، خاصة النساء في علاقتهن بمجال العنف وكذلك القاصرين والقاصرات المعنفات وغيرها من القضايا التي أصبحنا نحن كرجال نوليها للنساء للقيام بها. والمرأة بطبيعة الحال هي الكل يعلم بأنها نصف المجتمع والنصف الثاني يتربى في أحضانها، وبالتالي فهي المجتمع ونحن نعتبرها فاعل أساسي في المديرية العامة للأمن الوطني ونجعلها نصفنا الثاني، ونعلم كذلك باننا تربينا في احضان امهات. كنشكروا السيد المدير العام للامن الوطني على هذه الالتفاتات الطيبه، كذلك والي امن مدينه البيضاء، كنشكروه بزاف خصوصا اليوم العالمي للمراه المغربيه، هو تكريم كذلك للمراه الموظفه الشرطيه، وحنا جد فرحانين بهذه الالتفاتات الطيبه، كذلك كان يوم جميل اننا التقينا مع جميع الموظفات ديال الامن الوطني، وهي كذلك ثمره ديال الجهود ديال الموظفات، حيث ان الموظفه الشرطيه ولات كتقاسم نفس المهام ديال الموظف الشرطي زميلها في العمل. وشكرا على الالتفاتات الطيبه لكل من السيد المدير العام للامن الوطني وكذلك والي امن مدينه البيضاء. لو كنشكروه جزيل الشكر السيد المدير العام للامن الوطني، له الشكر وله التحيه، وكنشكروا في البدايه راه كنشكروا سيدنا اللي الله ينصرو، هو اللي عطى، هو اللي كرم المراه، هو اللي كرم المراه المغربيه وعطى الحقوق الكامله ديالها. وكنشكروا السيد والي امن الدار البيضاء اللي سهر على هذا الاحتفال هذا، وكنحيي المراه المغربيه بصفه عامه والاسره ديال والاسره ديال الامن الوطني بالنساء بصفه خاصه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.